لو سمحت من فضلك ممكن تقولي للقميص السحري اللي بيشفي من الأمراض فين؟ هو فين؟ أنا عايزة أعالج جدي. يا ولدي، أنا لا أعرف أي شيء عن هذا القميص. طبعا أكيد ما تعرفش، وانت علاقتك ايه اصلا بالمتحف وازاي هتعرف؟ الا تعرفني يا ولدي؟ انني اول مدير مصري للمتحف بعد ان كان هذا المنصب قاصرا فقط على الاجانب، وانا اعرف كل حجر فيه منذ ان كان اسمه دار الاثار العربية، حيث بدأ في تجميع الآثار بمسجد الحاكم بأمر الله سنة 1880 في عهد الخديوي توفيق، إلى أن تم إنشاء هذا المبنى في سنة 1903 على يد الخديوي عباس حلم الثاني، وكان وقتها بالمتحف حوالي 7000 تحفة، وظل عددها في تزايد مستمر حتى وصل الآن قرابة 100,000. طب انت ليه مش عاوز تقولي القميص ده فين؟ يا ولدي، انا لا اعرف هذا القميص بالفعل، ربما وصل الى المتحف بعد ان تركت ادارته،